يقول وبمرور الزمن أصبح مما يشرف المرء أن يرقد رقدته الأخيرة في هذه البقعة بين آل محمد والأئمة والأولياء. وأقام أحفاد أكابر من دفن في هذه المقبرة شواهد وقبابا على قبور ذويهم، مثل قبة ضريح الحسن بن علي التي يقول عنها أحد المؤرخين إنها بلغت من الارتفاع مبلغا عظيما. وكل هذا حديث دائرة المعارف الإسلامية. وزار بورخارت هذا المكان بعد غزوة الوهابيين، فوجد أنه أصبح أتعس المقابر حالا في المشرق، والبقيع من مزارات المدينة التي يأمها الحجاج شأنه في ذلك شأن قبر حمزة في أحد، وقباء يعني مسجد قباء